المؤلف رحمه الله قبول تأخير وتعريف لما أخبر صح. عنه. هذه شروطه، شروط الاسم المخبر عنه أن يقبل التأخير. الأسماء الملازمة للصدارة لا يخبر عنها، أسماء الاستفهام لا يخبر عنها، ما تعجبية لا يخبر عنها، كم الخبرية لا يخبر عنها، أسماء لا تقبل التأخير. شرط المخبر عنه أن يتأخر، وتعريف الأسماء التي لا تعرف مطلقا كالحال والتمييز عند البصرية لا يخبر عنه لأنه لا يتعرف. هذا شرط ثاني، شرط قبول تأخير ومتأخر كل الغناء عنه بأجنبيين. أين دفترك أو كتابك؟ لمن هذا؟ قبول وتعريفه مثال وكذا الغناء عنه بأجنبيين. تقول زيد أكرمته، لا يجوز أن تخبر عن الهاء في أكرمته، لأنك لو أخبرت عنه لقلت الذي زيد أكرمته هو. الهاء في أكرمته جعلته هنا، الهاء التي جئت هنا أكرمته إذا قدرتها عائدة على الذي بقي المبتدأ بلا رابط، والمبتدأ لا يخبر عنه بالجملة إلا إذا كان هناك رابط، وإذا قدرته عائد على زيد بقي الذي بلا عائد، وانخرمت قاعدة هذا مثل هذا لا يجوز. أنا أقول كذا غناء عنه بأجنبي أو بمضمر لا بد أن يكون يحل محله الضمير، إذا كان في الاسم في موقع لا يقع فيه الضمير لا يخبر عنه. بل ضربوا لذلك مثلا يقولون سر، شوف سر أبا عمر قرب من زيد الصالح مثلا، قرب تستطيع أن تخبر عن عمر أبوي الذي سر، تستطيع أن تخبر عن عمر لأن الضمير يضاف إليه، فتستطيع أن تقول الذي سر أباه، واضح؟ عمرو مجرور وضع محله ضمير مجرور، ليس أباه قرب من عمرو ولا من زيد الكريم عمرو، واضح؟ عمرو هنا واقع مضاف إليه، الضمير يضاف إليه ولا يضاف، تقول كتابه وقلمه، واضح؟ لكن أباه لا يخبر عنها لأن الضمير لا يضاف، الضمير يضاف. كذلك قرب، قرب هنا لا تستطيع أن تخبر عنها لأن المصدر لا يتعلق به شيء، وقرب تعلقت بها من عمر الكريم، عمر لا يخبر عنها أو زيد هذا لا يخبر عنه لأن الضمير لا ينعت، والكريم لا يخبر عنه والصالح لا يخبر عنه لأن الضمير لا يصف، لا يقع نعتا، فهمت؟ لكن تستطيع أن تخبر عن المضاف والمضاف إليه، فتقول أبو عمري، واضحة؟ وتقول الذي سره، مفعول به ظن محل سره، قرب من زيد الصالح ابو عمرو، وتستطيع ان تخبر عن المصدر وما تعلق به لا حرج عليك، فتقول قرب من عمرو الكريم، قرب من عمرو الكريم، وتقول الذي سر ابا زيد ما هو قرب من عمرو الكريم، وتستطيع ان تخبر عن النعت والمنعوت تقول عمرو الكريم، وتقول الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم. هبوين أنا قولهم كذا الغناء عنه بأجل أو بمضمر أو معناه هو شرط فراع ما راعوا، انتهت شروطه الأربعة المهمة. هبوين ثم ماذا قال؟ أخبار هنا بأل عن بعض ما يكون، كذلك الإخبار بأل كالأول. أعطيني ورقة أخرى أيضا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل، وقد يخبر بأل بنفس الشروط الأربعة وتزيد ثلاث شروط أخرى، أن تكون الجملة فعلية وأن يمكن صلة لها، وذلك يرتضي أن لا يكون فعلها جامدا ولا منفيا، وهذا ظاهر من النص كله. قال وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل وقد تقدم، أي جملة فعلية إن صح صلة منه لأل، وذلك لا يقع إلا إذا كان الفعل مثبتا وغير جامد. أبوها عسى لا تقع أو لا يقوم زيد، اسم فاعل نفسه. قال كصوي واقع، تقول وقى الله البطل، وقى الله البطل، إذا أحببت أن تخبر عن الله جل جلاله تقول تجعل الله هنا جل جلاله ربنا، تقول الواقي البطل الله،
وإذا أخبرت تخبر عن البطل تقول البطل بره، وتقول واقيه الله البطل أبوي. ثم قال رحمه الله: وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها وبينه وانفصل. إذا كان ما رفعت صلة الضمير غير ال بينه وافصله. وهذا مفهوم من قول ابن مالك في أول الكلام، أول الكلام قال: والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلام ليس معنى أو له محصلة. كذلك هنا يقولون: بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة سوف أخبر عن نفسي، فأقول هنا أنا، وأقول المبلغ. أخبر هنا مو بال المبلغ من الشيخ الذي بلغ، بالضبط بالضبط، المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة منه هو أنا. تلاحظ أنه صلة ال رفع الضمير يعود على ال، لأنه ال هي أنا، لأن الخبر عن المبتدأ جرت الصلة على من هي له، جرت الصلة على من هي له، فاستتر الضمير. البقية المثال لا بد من إبراز الضمير. سوف أبلغ عن الزيدين، أقول الزيداء ماشي، وأقول المبلغ أنا، برس الضمير بلغ أنا من هما إلى العمرين رسالة من هو الزيدان. لاحظ أنه صلة ال رفع الضمير لا لا، لأنه ال خاصة بالزيدين، والفاعل أنا أبوي، فأبرزته. سوف أبلغ عن العمرين المعروف انها، المعروف انها موصول. بارك الله، تفضل السؤال، اجوبك جاوبت نفسك. خلي هنا العمرين، تقول العمرون ابوي، وتقول المبلغ انا من الزيدين اليهم رساله العمرون ابوي. واذا اخبرت عن الرساله اقول رساله، وتقول المبلغ مبلغها انا من الزيدين الى العمرين ما هي رسالته. هنا نقول وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غير ال وبينه وانفصل، وهو أنا في هذه الأمثلة. هل استطعنا حذفها هذه؟ ممكن جدا تحذفها أبويا، إتباعا لقوله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب المبلغها مبلغ مبلغها مبلغها لا تحذفه، لأنها الدليل على اسمية ال، معروف أنه الصفة المنصوب بوصف إذا كان الوصف صيغة لأن لا يحذف، المنصوب بوصف أبوي، تقول هند أنا المكرمها، واضح أبوي؟ تذكره. ولم يحذف إلا في الضرورة، نحو ما المستفز الهوى محمود عاقبته، ما أحسنت الباب.